السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقيت الصلاة في مصر 4/30/2023، 12/0/1444. أتمنى فضلا وليس أمر تشرفوني وتنوروني في قناتي أنا وحياتي باشتراك ولايك وأذن الفجر بإذن الله في 5:08. تشرق شمس القاهرة في 6:35 ويؤذن الظهر على مدينة القاهرة في 12:58. العصر بإذن الله وحوله وقوته يؤذن في 4:29. المغرب يؤذن في 7:19. العشاء تؤذن في 8:37. صلوا على الحبيب المصطفى تاج الرؤوس وطب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور الأبصار وضياها. كل شيء في الدنيا يحلو ويستقيم بذكر الله وبذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبة قلبي يا رسول الله. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله.